طيب احكي لي كده سنه بسنه، يعني قولي لي الفرق بين رمضان ايه في العشر سنين اللي فاتوا، يبقى لك 20 سنه صح، والعشر سنين اول 10 سنين ايه اللي اتغير؟ كان في عادات افضل؟ كان في ايه؟ قولي لي من وجهه نظرك. انا ميتي اللي في الاول لما جيت كانت رمضان عائلي اكتر، ناس كانت فاضيه للبعض اكتر، كان عزومات اكتر، وبعد كده متهيألي كانت في تراديشنز اكتر برضو. يعني دلوقتي انا حاسه زي ايه؟ انا يعني عايز اعرف فعلا من عينك انت كمواطنه تشيكيه عايشه في مصر بقالك 20 سنه، زي ايه؟ قولي لي اكتر تفاصيل كده. انا مش عارفه اقول، يعني انا بس بالنسبه لي بيعجبك اكتر في رمضان؟ كانت بيعجبني جو، الجو كانت مختلف خالص، يعني قصدك الفوانيس، الفوانيس في الشوارع، كل حاجه كل حاجة كانت مختلفة تماما. أنا بحس يعني كل سنة بتقالي تراديشن بتاعت رمضان، بيبقى في حداثة أكتر أو بيبقى مودرن أكتر رمضان، مودرن ممكن بالزبط نقول كده. وجيل جديد ما بقتش مجتمع زي الزمان. يعني كتير أوي لما بنتكلم مع الأجانب اللي مش عايشين في القاهرة، أنت خلاص عندك خبرة، أنت بنعتبرك مصرية، ممكن يديك الباسبور دلوقتي، أنا مش مؤهل أعمل كده بس هعمل كده في البرنامج، ان هما بيقولك انا مش فاهم يعني ايه بلد كامله، لان الاغلبيه مثلا مسلمين مثلا بيوقفوا شرب واكل لمده 7-8 ساعات، فاهم قصدي؟ هل ده عمل لك دهشه في الاول؟ لا ابدا، علشان انا مثلا انا ملياش في الاكل، انا طبيعه كله عائله جوزي بيقولوا انت بتصومي من غير رمضان، يعني بالنسبه لي ده عادي، يعني واحد ما ياكلش 7-8 ساعات. بس بتضايقني الموضوع ده، انا ما باكلش 7-8 ساعات وبعد كده بطة وكشك ومحشي، ويعني ده مش هو ده الهدف. طيب احكي لي كده رمضان في التشيك عامل ازاي؟ انا ما حضرتش رمضان هناك، بس هناك تبقى صعب جدا، علشان احنا في ضلمه تيجي عندنا متاخر، يعني واحد تبقى صايم مثلا للساعه 11 بالليل من الساعه 4 الصبح، صعبة يعني. طيب بتشوفي ايه اهم الحاجات المصرية الحلوة اللي بتطلع في رمضان؟ التعامل مثلا مع الفقراء، فكرة الاحسان والمشاركة، فكرة الباجينج والشنط في رمضان، دي كانت ملفتة شوية بالنسبة لك، لان ممكن تكون بتكتر شوية عن رمضان عن باقي السنة، المصريين بيتعاملوا ازاي كده؟ فقولي لي كده ايه اكتر مثلا حاجة بتحبيها في المشاركة دي، بتشوف ان هم بيشاركوا الموضوع ده زي مع بعض؟ انا بحب تنس رمضانية اسمه، مش عارفة أجيب الموائد الرحمن؟ بحبهم جدا، يعني من أول ما جيت عجبتني فكرة دي جدا، وإحنا بنشترك فيها برضو. حتى بنشترك فيها إزاي قوليلي؟ إحنا بندفع فيها، وبعد كده في الشنط رمضانية برضو، يعني بنحاول. ليه المصريين مثلا من وجهة نظرك بيكتروا قوي في فكرة الإحسان أو التعامل مع الفقراء في رمضان بالذات؟ يعني بيبقى في ملامح كده مختلفة عن بقية السنة، بيبقى في مشاركة أكتر، بيروحوا لشنط رمضان، بيعملوا بعض الحاجات. إن شايفة ده المفروض يبقى موجود في رمضان بس؟ لا، ده المفروض يبقى موجود طول السنة. المفروض بالنسبة لي الناس ما ركزوش في الشهر ده بس طول السنة يعملوا خير. كلمتيني أنا عن فكرة إن رمضان اختلف في العشر سنين اللي فات وعن العشر سنين قبل كده، بس في حاجات لسه موجوده زي مثلا موائد الرحمن، زي شنط رمضان، زي الحاجات، بس حاجات دي قلت برضو كتير. احنا مثلا في الشارع بتاعتنا كانت ثلاثه بتاع رحمن، ثلاثه موائد رحمن، بيت واحد، ساعات ما بيتش فيه ولا واحد. ده فين بالظبط؟ ساكنه فين يعني؟ في المنيل. في المنيل. يعني موائد الرحمن قلت شويه عندكم.